صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. سلم على الحسين جماعة إخواني، جثة بلا رأس في كربلاء، أوصل السلام إلى المظلوم الشهيد الغريب، قتيل العبرات، أسير الكربات الذي انتهكت حرمته وقطع رأسه ورُضِض جسده. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على النساء المسميات، السلام على زينب الكبرى، السلام على سكينة ورقية. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعدوا من الأرض للفردوس والحور سجدوا. أرأسك يا رأس النبي على القناة وحسينا بآية أمد الكهف راح يردده أصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من العجم من الجهالة يغمد وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعايا. شباب يا الله والمعزى محايا. فأي شهيد أصلت الشمس خده، فأي شهيد أصلت الشمس خده ونورها من أصله متولد، وأي قتيل داست الخيل صدره، وأي قتيل داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. فلو علمت تلك الغيول كأهلنا بأن الذي تحت السنابك أحمد وانهى، هي بأن الذي تحت السنابك أحمد
سالما وتمردت عليهم كما ثاروا بنا وتمردوا أوائل على زينب على زينب قصايد لا تكتبون خلوا زينب في حالها يا شعراء والله على زينب قصايد لا تكتبون حدكم ويا زينب بيت بيت آه لا تقدر أخاف تصير ديوان وزينب وينها وين الدواوي آه هي هي والله زينب وينها وين هي وين الدوايا وين والله ليل ليل أحضر إن شاء الله شمسية والله صفينا حرم بالغاضرية يا ابو علي تعال شوفها اويلي يا ويلي يا ويلي امس المسا يا حسين وحدي واني محيرة وايدي على خدي هي هي والله واني محيرة وايدي والله يا ليت قبض حسين موتي ولا اشوف العدايات تنغب بيوتي والله بقيت محير وصفج بليل يلا اخواتي اصفقوا عن زينب المفروض وايش يصير ضريح زينب الليل 11 المفروض شنو يصير مو مثل كربلاء واعظم لان هي المعزات في الاربعين يمتلي في غير الاربعين يمتلي لكن ما ادري اليوم عاشوراء والليل 11 شنو بعدها منك وحشة عالميونة والله صديق يم الحزن خالي ضريحك ما حد يزوره أبو عماد أنت متعود تروح ما تخلي والله صدق يم الخدر خالي ضريحك ما حد يزوره صدق رديت مثل أول بيد الكفر مأسورة يا المحتاج زوارك أبو مصاب حسين عاشورة تجي للمرقد تعزي وتلطم ويلي بالخد اسمع شنو تقول زينب تقول تمر ايام بعد ايام ولا حد جاي يعزيني ضريحي خالي ويداري ولا زاير يسليني تجيني الناس في عاشور وتحيي بمن تجين الناس في كل عام وتحيي بمشهد عاشور لكن الآن ماكو زينب الليلة احنا وياك بالوحشة خلينا نعيش وياها يا شباب بالأنة والحسرة بعضكم شاف التمثيل اليوم شلون قطع رأس الحسين شلون الجاسره على ابن النبي وقطع رأسه وخلى الجسد على الأرض عظم الله أجورنا وأجوركم أي أريدكم وياي تبكوا من أول ما أنتم لآخرة ترى اليوم عاشرة الحمد لله لف عاشر وامتد العمر بيه أرد ألبس ثياب السود وأحضر في الحسين الحمد لله لف عاشر وأنا بغسل
انا موجود اروح المأتمك يا حسين ورد البس ثيوب السود وزيد سواد فوق سواد والطم لونه عرادود بلجت بالخدم اسمي يتسجل بتمزي يا حسين يا عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون السامعون أيتها المؤمنات السامرات ففي مثل هذا اليوم قتل ابن رسول الله في أرض كربلاء غريبا شهيدا مظلوما ومعه الذل الطيب من أهل بيته وأصحابه مثلوا بجسده أي تمثيل كما في الخبر 1900 ضربة وطعن في جسد الحسين حينما أشرفت شمس يوم عاشورا على الغروب خرجت مولاتنا زينب من الفسطاط تطأ ثيابها وأديانها قال حميد بن مسلم خرجت علينا امرأة من الفسطاط لا يعرف منها شيء لم تغير المصيب وهي تنادي يا ناس درب المبرك منين لقصدي بجيب الماي لحسن عن كربلا يا بياب غبت وين أنا منين جتني كربلا منين أنا جنت مخدرة عباس وحسين يقول جت شايطة وتعثر بالمطاعين مرة تلتفت على اليسرى واليمين تصيح بصوت ياهو منكم حسين لما سمع وزاد لوني يقول ما انا حسين يا حسين ما انا حسين ما تعرفيني زينب ردي الخدرج لا تضيعين ردي بارغ النساوي تتحملون اقول يا لا انفرد لها القوم سماطين قال عمر بن سعد دعوها واذا بالسياب تتلوى على متنيرة ولم تتغير مشيتها تمشي مشية الوقور إلى أن وصلت إلى الجسد المطهر فهوت عليه أوعيد قلنا نايم نايم شباب تقلنا نايم نايم أخي شلون نوم والله نوم نوم وحر الشمس غير رسوم ما يكلمها تقول له يا نايم يا نايم عسى النوم غنية غنية أظن حبيت رمل الغاضرية ودع ودع عيوني ها أظن حبيت رمل الغاية ضرية صاحت يا عمر بن سعد يا عمر بن سعد دفنت رجالك وأصحابك وتركت فلذتك من رسول الله بغير غسل ولا موارات فأعرض بوجهه عنها وأعادت السؤال قال أجيبه زينب وماذا نصنع أنوار الحسين قال ويحكم فالواحد خير يكفي والله جسد بني آدم شنو يتحمل هو أصلا مقطع ما بيجي ليش عشرة ليش
الرجل فقال ألبسوها أنعلة الحديد وعلى الفرس راكبه عجرة بعجرة تعال احسب على جسد وين اللي ما يصيح وا حسينا وين اللي مو قلبه متألم على الحسين واللي ما يريد يمشي الليلة وإذا بالخيول ألبست بنات أعوجية تعرفوا شنو يعني اختاروا من الخيول اللي ما تمشي الطريق المستقيم تتعرج في مشيتها فألبسوها أنعلة الحديد وكان الحسين مكبوبا على وجهه فنزل اثنين من الأنام عدلوا الجسد الظاهر على ظهره ووضعوا عليه دخلا وترابا وزينب لا تدري لعلهم يواروا ثم صارت الخيول تحمي تلك الحوافر في البيدة غادية ورائحة إلى أن أصبحت كصالية الجمر من الحرارة وزينب تنظر طار لبها ماذا سيصنعون للضجة ما مثل غضجة وإذا بالخير تطأ صدر الحسين صح ونادي وحسينا وإذا بالأمصال الطاغرة تتطاشر يمنة ويسرى طار لبها الصاحب ضايع الكربلا يا بغبتوي اين الجنت مخدرت عباس وحسين يلا ولا اي والله الجنت مخدرت عباس عافية عافية اي ياس وحسين اوائل ولا أبوك جنت حرزي وتحت الخيل خلوك آه مدت يديها الطاهرتين تحت الجسد أرادت أن ترسم قبلة على شفته ولكن جثة بلا رأس سوت فرسمت قبلة على منحره اسمع الأبوذية تقول له واشتم واشتم أنا اشتل عندي بعد يا حسين واشتم حرمة وضحت بين أعداك وشتموني يعني واشتم لقبل من حرك يا أخوي واشتم بريحة علي وأمي سجين يا بريحة علي وأمي تحت الجسد أرادت أن تحمل وإذا الأعضاء تتساقط حملت قطعة من اللحم وإذا بما تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء بوجهك الكريم مثل ما تفتدي الحجاج تقدم ليل ذبح قربان أنا القربان قدمت أخويا المين ذبح عطشان ظل مرمي على التربان بلا غسلين بلا يكفى ولنا والد يضل يمي وصيح صوت يا ابن أمي وأويلي على العباس وأويلي على المظلوم صيح وأويلي وأويلي على العباس وأويلي على المظلوم
زينب إلى البنيات والنساء أخواتي نساء أخي بناتي حان وقت الصلاة قالوا أين الماء لنتوضأ قالت تيمموا فتيممنا النسوة أوقفنا يصلين هذه هاهنا وتلك هاهنا أما رقية فرشت المصلات لوالدي كل ليلة تفرش المصلات عم أين والدي أخذتها زينب ضمتها بعد الغروب بسويع اقترب الجيش إلى جهة المخيمات قال اللعين عمر بن سعد علي بالنار لأحرق بيوت الطاهرين الطاهرين الأخيار قال الرسول ما نقدر نقول الكلمة وإذا بالنيران جاءوا بغايا فأشعل الخيام بالنيران أين المنادي وحسين عظم الله أجوركم وإذا بالبنيات يتصارخن والنساء تفاررن من خيمة إلى خيمة هادية الصيح أما وين عم أسمع وين الشباب ها وهاديت دون فارقني ابن أمي زيد لغتي وزين همي علي لك بس يدير العين لي تعرفوا زينب كسرت الخاطر شو تقول؟ تقول الخاطر الله يا غلكوفة ترحمون لا تحرقون خيامنا وتفرقدون احنا بنات المصطفى المذبوح اخونا الخاطر الله يا الكوفة ارحموا الحال ردوا وانا بجيب لكم سلب لا تحرقون خيامنا وتفا أرهدونا عظم الله أجوركم قالت زينب لزين العابدين ما نصنع قال عم هيموا على وجوهكم في البراري والقفار فتفاررن بنات رسول الله وإذا برجل يقول يا مرأة النار احتوشتك لم تجب يا مرأة النار في أطراف ثيابك قالت إليك أني يا ظالم إن لنا في الخيمة غليل مسجى دخل عليه زجر وخول وشمر فجروه من تحت الناطع وكبوا على وجهه صاروا يركلون الإمام بأرجله وهو يصيح وعد الله أيوا إماما يا سيدة إجت زينب تزور على جاري العاد ولن بلا فراش ولا وساد نخت والده وندبت اجداده الى السجاد والله ما تنهضون هناك الاندال فعلوا فعلتهم خرجت زينب تبحث عن الاطفال يمنة ويسرى هناك رقي واقف والمصلات بيدها جاء لعين ليختطف منها المصلات قالت إليك عني يا ظالم هذه مصلات والدي الحسين ثم رق لها قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا قال لا لكم ولا عليكم قالت أقرأت القرآن قال ما أقرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقرأ
وأما السائلة فلا تنهر، قال بلى، قالت يا شيخ أنا يتيمة وسائلة، من أنت؟ أنا يتيمة الحسين، أنا صغيرة الحسين مدللته. وأما سؤالي سمعت غمتي البارحة تقول إن لنا قبرا في الغريب. يغيث الملهوف ويقضي الحاجات، ما أنت ودا؟ قالت أريد أن أمضي إليه وأشكي عنده حالا. قال بني وين أنت والغريب؟ الطريق بعيد. قالت لا عليك دلني. قال ما ممكن. قال لها ما تقولين وتفعلي؟ صحت بكل يوم غسل الزهرة الزجية بجنحة الليل. ويا الواقف علي ودمعك يسيل، بقول له يا ابوي ابوي مكمل من غير تغسيل، لا غسلوا ولا يلفوا في قبل. بعيد بعيد ما تقدرين. الي سؤال ثاني، خذني الى المشرع انا عطشان. أخذها إلى المجرى وصل بها، قال اشربي أنتظرك على الماء. شوف الطفلة 5 سنوات، قضية إيثار ما أكو عند الطفل. الطفل يضرب أخوه من أجل لعبة، ياخذ منه طعام، إذا جايع ما حيعرف أحد، ما يعطي ولا شيء بسيط إلى أخيه، أو يريد ماء أو شراب أو عصير. أي طفلة وثلاثة أيام ما شرب ماء. وصلت إلى الماء صارت تخط بإصبعها، وإذا بقطرات دموعها تتحادر على صفحات الماء. بني اشربي ألم تقولي بأنك عطشانة؟ رفعت رأسها صاحت حرمت الماء بعد لا شربت. شباب أدي بنات رسول الله الليل، حرمت الماء بعد لا شربت. أني شبيت على أبويا العاف منت، أبويا أبويا حاشا أذوق الماي، حاشا وأغلق ضوك المعطاشا، وحسين الرمل أمس أفراشا، والله حاشا أذوق الماي. قال لا بعد خلاص، فمان الله، بقي امر واحد يا شيخ، ارفق بي، ما عندك. قالت دلني على جسد والدي، يقول ما كنت اعرف الجسد، مشيت امامها نتخطى الاجساد، قلت لها بني دونك الاجساد ابحثي عن ابيك، وقفت حائره واذا هي اجساد مطشره. جثث بلا رؤوس، هذا الرمح بفادة ثنة، وهذا خبيث للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر رطل ظنة، وهذا وذاك بالغنديم والنار. وقفت تدير بطرفها يمنة يسرى تنادي أبي حسين. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. أبتا حسين ما سمعت جوابا، اقتربت أكثر، استعدوا للندب إخواني، وإذا الجواب من نحر الحسين، رقية أنا أبوك. أنا أبوك. جاءت ناحية الصوت، رمت بنفسها على الجسد، مدت يدها كعادتها، تعرف قمر ما أكون ظلام، لكي تلعب بشيباته. ما تدري الحسين جثة بلا رأى، أحست برطوبة، رفعت اليد قربتها، وإذا هي مصبغة من نحر الحسين. أيوة
ناس نايم ليش مكفر بالأبغى وهذيك وينها اجت لسكينة سكينة وين اختك رقية ما ادري يا عم هي فرت حميدة اين صديقتك رقية ما ادري فلانة فاطمة الصغرى ما ادري اين رايحة ورادة اين اشوفها واحد رايحة ورادة اقرويها اقرويها رحم الله كل حطيها يا اللي من الخيمة تطلعين وتدخلين ايش عندك بغلبر تضربين اشواط سبب قالت انا مكلفني ابن ام الحري اسمع وين الشباب شبيدي يا ويلي وضايعه توجهت وين شفتها قال سواد يا ام الخوج حسين جنها تتحرك بصفايا يا يتيمتكم اظل يمت وين بهداي بس ما ينسمع ونها وخافي عليك المعركه وحدك تروحين قالت درب سووا بروح المعركة الساعة اسمع اسمع وصدوا تراني مسلمة وما عندي قناع وزينب ولا حد يمر صاب اليتيم لأن اليتيم حاضنة الجثة وتنادي ضيعتنا يا يام ما بين الأعاب ويضربونا وسلبونا بكل واد وهوت على الطفلة وشرقتها باليدين لا تخافي اجتها ولقتها يا بجسم الحسين يا عين صاحت ابنها لجتني كربلاء يا ابنايا حضنت رقية صارت زينب تتكلم مع الحسين شنو تقول له؟ تقول له اخويا اخويا هالحمل ترى والله ما حد يشيله اطفال كلها مطشره وحشة الليله لكن وحد ظل امك الزهره لباري لك العيله لازم اتحمل مثل ما وصيت يا حسين اخذت الطفله الى الخيمه وإذا بأم كلثوم تقول أخي طفلتين ضائعتين ما لحقت وصلت إلا مصيبة ثانية خرجت معها تبحث وصلت إلى سوادة على تلة هناك كانت الطفلتان حفرتا حفيرة لكي تستخرج التراب البارد وضعت كل واحدة صدرها على التراب هما ولدان أو طفلتان كل واحد حضن الثاني ومات على التراب اجت الأم والخالة فرأى الطفلين بتلك الحالة رفعتهما زينب صاحت وأخاه وحسين أريد آه أريد الصيح حسين 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 بأعلى ما عندك ها الليلة ليلة الندب أعظم من ليلة عاشر ليلة عاشر حسين موجود العباس موجود المحل وياها تقول ايش بيني على اهلي على اهلي الله يا عوني ضيعوني وبديرة الغربة رموني بحرم ويتام والله
يكبرهم ينجوني بغل الحميه وياخذوني لملمت الاجساد المطشره في خيمه واحده ثم زررت عليهم الخيمه ساعة تبحث عن الرباب لم تجدها بين النساء سكينة أين أمك لا أدري يقول ثم صارت تبحث عنها لأنهم سقوا الماء آخر الليل خرجت الرباب تطلب رضيعها وصلت إلى جسد الحسين أخذت الطفل الرضيع ألقمته ثديها بني ثديها درت علي تعرف النسوان إذا المرأة عطشانة ما بيها لبن ومن تشرب يدر عليها اللبن اجسد الطفل ما بي راس حطت الثدي في حلقه تقول لها يا عبد الله أفز بالليل أغز المهد بيدي أم أمهات الأمهات أفز بالليل أغز المهد بيدي هي بحلو النوم لبالي بجولي تعال بحجري يا ولدي يا عبد الله يا رضيع علي امك يا عيوني ويلي يا ويلي مالي امك المفجوعه وبالراحه على الوالد تراهم راض راض شافت زينب من بعيد سواده جاءت إليها وإذا الرباب بتلك الحالة رباب ما الذي أخرجك قالت ثدي ذر علي باللبن طلبت طفلي فألقمته ثدي قومي دعيني يا زينب قومي يا رباب اترو أخذي يا الطفل لا يا عيوني خلي الطفل على صدره رجعت معها إلى الخيمة الختام إخواني بعد دمعة واحدة زررت الخيمة تقاسم زين العابدين وزينب وأم كلثوم تلك الليلة الثلث الأول أم زين العابدين يحرس الثلث الثاني أم كلثوم أسألكم هل نامت زينب الثلث الأول مو دور المفروض تنام تستريح الغمضت لغاين يا ليل طويل ساعة شباب يقرأ وياه يا ليل أحسب آهاتك يا هدوء من التعب والعطش والعناء رفع الإمام زين العابدين رأسه وإذا به يسمع تبتل وغمغم داخل الخيمة وإذا بوحدة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن ما يروح الواقف سبحان ربي صحوا حوالينا عميت عيننا تبكي عليك يا زينب يا زينب قنوت اسمع القنوت من عندي القنوت اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا وتركنا مشردين في البراري والدفار
زينب عمة نعم يا ابن أخي عمة تصلي من جنون تصلين من جنون سياحة اختنقت بالعرش أنا تقول أريد أسفرها الله يعطيني القوة زينب تصلي من جنون شلون صحة
كنت وحدي